الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي قلناه قبل ما المباراة تخلص، يعني ملهاش علاقة بنتيجة المباراة، سواء لا قدر الله بعد ألف شر منتخب خرج أو ما تأهلش، يعني احنا كده كده هنلعب ماتش تاني لسه مش عارفين مع مين، سواء نلعب ثالث ورابع أو نتمناها إن شاء الله تكون مباراة نهائي، كسبنا أو خسرنا الكلام واحد، لأنه مرتبط بتحليل أداء، وتحليل أداء أرقام، وده طبعا اللي بيتميز فيه ضيفنا النهارده اللي بيشرفنا في السادسة شريف سالم محلل أداء. مساء الخير يا شريف. مساء النور. تابعت الشوط الأول وشوية من الشوط الثاني صح؟ أو. طيب خليني قبل ما أدخل في تونس، ويمكن هنستنى نتيجة المباراة ونشوف بقية الشوط الثاني هيمشي إزاي عشان يعني نتكلم بأريحية أكتر. خليني أخد منك تقييم عام لمشوار المنتخب في بطولة كأس العرب، إزاي شفته؟ أهم الإيجابيات وأبرز السلبيات. أعتقد إحنا يعني من بداية البطولة إحنا المستوى بتاعنا فيه تدرج تصاعدي. كان عندنا مشاكل كبيرة جدا، ويمكن كان عندنا مشاكل أكبر في الفترة بتاعت أفريقيا. رجعنا منها كان المشاكل بدأت تقل شوية، الاختيارات عندنا كمان يمكن فيها مشاكل شوية، يمكن حتى لحد دلوقتي. أنا يعني أنا أساس كلامي معاك النهاردة هيكون في الاختيارات، لأنه يبدو أن الراجل بيشوف حاجات تقريبا محدش شايفها. يعني أنا قابلت كتير من الخبراء والمحللين ونجوم الكوره اللي اشتغل لعبوا كوره كتير وشاركوا مع منتخب مصر ولعبوا مع انديه وحققوا بطولات على مستويات مختلفه ودربوا في نفس الوقت، ما حدش فاهم على اي اساس الراجل بيحدد اختياراته، سواء الاسماء اللي تنضم للمنتخب او سواء الاسماء اللي بتشارك بشكل اساسي. فانا دفنتلي عايز اتكلم معاك على اختيارات الراجل. انت طبعا بما انك انت محلل اداء ممكن تقول لنا وارد يبقى في منطق او الراجل عنده اسباب مقنعه جدا للاختيارات اللي معاه. لا، هو في امور مش مقنعه طبعا. يعني في امور مقنعه 100%، لكن في امور تانية لا مش مقنعه على الاطلاق. منها مشاركات بعض اللعيبه في بعض المراكز المختلفه، ومنها مشاركات بعض اللعيبه حتى في مراكزهم ومش بيأدوا احسن حاجه. تمام. والاصرار عليهم، يعني هي الفكره في الاصرار. يعني مثلا انا بالنسبه لي لو انت في حاجتين بيحصلوا في المنتخب عكس بعض، احنا بنقول احنا بنجرب وفي نفس الوقت بنقول لا مش بنجرب. احنا بنجرب 4-3-3 بس، خلاص واضح انه الراجل مستقر على 4-3-3 وهيشارك بيها، خلاص اوكي جو اهد، لان انت شايف ان دي الطريقه اللي انت شاطر فيها واللي انت تقدر تطلع بيها باحسن نتائج. هو مش الطريقه اللي شاطر فيها، هو الطريقه اللي تسمح له امكانيات لاعيبه المنتخب انه يوصل لاهدافه، ولا ايه؟ هو ممكن يبقى شاطر في الطريقه دي، لكن اللعيبه ما تسمحلوش، امكانيات اللعيبه، مستويات اللعيبه ما تسمحلوش باللعب بالطريقه دي. هو ده اللي احنا قلناه من دي 1. انت اصلا انت في بلد عندها مشاكل في حته اللعيب الثمانيه، اصلا عندك مشاكل في المكان ده، فانت مصر من الاول تلعب باثنين. يعني انت لو احنا بصينا على الثلاث فرق المهمين في الدوري المصري هنلاقي اهلي زمالك، اسمع اهلي زمالك بيراميدز. الاهلي عنده عمرو السوليه وتقريبا البديل بتاعه عمار حمدي لسه يعني بيبدا ياخد دقايق لعب عشان يدخل في المباراه او يدخل في المباريات. يعني ضيف على كده مثلا الجزء الثاني فرقه الزمالك هي اصلا بتلعب بلعيب ما بيلعبش مركز 8 اللي هو امام عاشور، ويمكن كان هو اكبر مشكله في مباراه القمه اللي انتهت 5-3. نروح لفرقه بيراميدز هنلاقي اصلا اللي بيلعب مركز 8 هو لعيب محترف الكارتي. فانت اصلا انت جاي في مكان الثلاث فرق او اهم ثلاث فرق في اختياراتك، اهم ثلاث فرق دول عندك اصلا فيهم مشكله كبيره في مركز 8، فانت قررت ان انت تلعب باثنين مركز 8. الاثنين اللي انت بتلعب بيهم مركز 8 انت دايما بتختار لاعب ما بيلعبش اصلا مركز 8، زي مثلا اختيارك لمصطفى فتحي اللي اخرك في مباراه الجزائر لمده تقريبا 12-15 دقيقه مختفي تماما شبح في الملعب، بندور على مصطفى فتحي مش موجود. مصطفى فتحي لمده 12 دقيقه لحد ما تعدل الطريقه ورجعنا لعبنا بيه حسين فيصل مكان مصطفى فتحي كانت مشكله كبيره جدا. برضو نفس الكلام بالنسبه لزيزو في مباراه الاردن، ثلاث تصويبات على المرمى، ثلاث تصويبات خطيره جدا. فرقه الاردن عامله خمس تصويبات في اول نص ساعه، الخمسه صحيحه. ليه؟ عشان اللاعب عنده المساحه والوقت علشان يقدر يصوب بشكل كويس. لما اللاعب كان عنده مساحه ووقت وصوب بشكل كويس كانت كور خطيره على المنتخب مصر. فبرضو نفس الكلام بالنسبه لنفس النقطه، انت ليه اخترت زيزو؟ لما اخترت زيزو في المكان ده، احنا لما رحنا اصلا بصينا على الخريطه الحراريه بتاعت زيزو وعلى البول تاتش بتاعه قد ايه وفين، لعيب لينير كانه بيلعب جناح. انت جايب لعيب، وهنا احنا مش بنقطع في زيزو ولا بنقول ان هو مش كويس، لكن بنقول ان اللاعب ده بقاله اكتر من سنه ونص بيلعب في مكان، والمكان ده بيلعب على الخط، فانت جبته لعبته في قلب الملعب،
جربته في مباراه السودان وما كانش بيأدي احسن حاجه. انت كسبت 5 في المباراه، لكن لما نيجي نبص على اداء زيزو كلاعب لعب مركز 8 ما اداش كويس. جيت انت لعبت بيه بعد كده في مباراه الاردن. طيب احنا لما رحنا لمباراه الاردن واتفرجنا على التصويبات بتاعه الاردن كلها من البوكيت او من الزون بتاعه زيزو. ليه؟ لان الراجل مش عارف يرجع يغطي فين، لان اللعيب اللي بيلعب على الخط لما بيرجع يغطي بيروح يجري على الكوره، لكن اللعيب بتاع قلب الملعب او اللعيب السنتر ميدفيلدر او الديفندر او الديفنسيف ميدفيلدر لما بيرجع بيرجع على الزون. فانت جبت لعيب بيرجع على الكوره خليته يرجع على الزون، فبقى طول الوقت بيرجع على الكوره، فطول الوقت المساحات اللي في ظهره فاضيه. فالمنتخب كانه بقى بيلعب باثنين بس. توظيف. التوظيف. انت هنا بتتكلم على التوظيف. فانت هنا بتجيب زيزو اللي انا بعتبره من اللعيبه الاجنحه الكويسين، هو جدا. ليس الاهم في الدوري المصري، في اجنحه اقوى من زيزو، هو الراجل سابها وراح اختار الراجل ده، لكن ما بيلعبش جناح. فانا ما باخدش منه 100%. ضيف على كده حاجات ثانيه بقى زي مثلا محمد شريف، هداف الدوري وهداف افريقيا، الراجل بيلعب جناح. طب هو ما بيلعبش في الاهلي اصلا، يعني هو في الاهلي ما بيلعبش جناح، يعني في الاهلي مش الاختيار الاول في المكان ده. ولعيب لو انت بتعتمد على ذاكرته في المكان ده، فاللاعب اخر مره لعب المكان ده كانت من سنتين ونص او من يعني من موسمين تقريبا. لا هو السؤال انت على اي اساس قررت توظفه هنا؟ يعني شفته فين بيلعب دي فاقنعك انه يلعب جناح فضمته لمنتخب مصر؟ في دجله قبل ما يجي الاهلي كان بيلعب جناح. لا انا بتكلم على كارلوس كيروش. راجل جه من مصر من شهرين. انت على اساس ايه شفت محمد شريف هو الجناح الشمال لمنتخب مصر؟ هو معتمد بقى، ممكن يكون اعتمد على التقارير بتاعه اللاعب او اعتمد على فيديوز هايلايتس شافها للاعب، بس الفكره انه اللاعب ده كان بيلعب. هو 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 في احتمال انه كارلوس كيروش يكون شاف تقارير مثلا لمحمد شريف لما كان بيلعب في ام بي مثلا، ولا كان بيلعب في دجله؟ هو لما كان بيلعب في ام بي قبل ما يعني قبل نهايه الدور الاول كان بيلعب جناح. ايوه، مع نهايه الدور الاول والدور الثاني كله بيلعب فرود. ايوه، هل هو في احتماليه انه الراجل يكون شاف تقارير لما كان محمد جداً. شريف بيلعب في ام بي جناح؟ ما اعتقدش. احتماليه يعني. ضعيفه جدا. هو بقى للاسف. وبعدين الأصعب. وحتى لو حصل ده يبقى كارثه. يعني لو انت بتحكم على لاعب في مركز كان بيلعبه من سنتين مش شايفه دلوقتي، ومش شايف ماتشاته لايف مع الاهلي، ومش شايف انه هداف الدوري الموسم اللي فات وهو راس حربه، برضه تبقى كارثه. لا هو الاصعب بقى بالنسبه لي انه في الماتش اللي شغال دلوقتي هو الراجل لما نزله بقى بيلعب جناح يمين. يعني هو ده بالنسبه لي. هو مبدئيا المنتخب ما بيلعبش باجنحه، لان المنتخب بيلعب 4-3-3، فده بيبقى وايت فورورد او يعني مهاجم ليفت، يعني مهاجم ناحيه الشمال او مهاجم ناحيه اليمين، غير المهاجم السنترال. بس هي المشكله كلها ان انت بتحط اللاعب، يعني محمد شريف هو من اكتر اللعيبه اللي فقدت الكوره في مصر في الاربع ماتشات اللي فاتوا. ليه؟ لان انت حاطه في مكان دايما بيتضغط عليه باثنين وثلاثه لعيبه. هو الراجل ده ليه عنده مميزات؟ انت اخدته عشان المميزات دي. لو انت اصلا مش مقتنع بمحمد شريف، فانا بالنسبه لي محمد شريف كده المهاجم رقم 3 في منتخب مصر. بعد ده بالنسبه لكارلوس كيروش. بالنسبه لكارلوس كيروش. لا مش بالنسبه لنا. اكيد بالنسبه له. هو الراجل شايف ان مروان هو رقم 1، اسامه فيصل رقم 2، وهو رقم 3. انا يعني دي بالنسبه لي برضو نقطه شويه غريبه، انه انت ليه مش عايز تاخد من اللعيبه 100% في الاماكن بتاعتها. هو احنا بنتكلم معلش يا شريف برضو عشان نبقى اون تراك، يعني زي ما بيقولوا احنا بنتكلم على 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 شكل المنتخب عشان بطوله كاس العرب. لا. ولما تخلص البطوله نقول صفحه وقفلناها ونرجع على نقطه من اول السطر ونشوف بقى ومشي المنتخب لما تبقى كامله، اختيارات الراجل لما يبقى فيها مختلفين. احنا ليه وقفنا الدوري؟ ما ده انا بساله لك، يعني احنا مهم جدا نبقى عارفين هو الراجل بيفكر، هو رايح يشوف لعيبه بس، يعني هي الهدف من البطوله دي انه يتفرج على لعيبه ويجازف ويشارك ايمن اشرف في نص الملعب. سؤال بما ان انت قلت ما ينفعش تسالني بس يعني اسال يلا. يعني هو الراجل لو رايح يجرب فين اسامه فيصل؟ فين مروان داوود؟ فين لعيبه كتير قاعده على الدكه ما بتلعبش ما بتشاركش؟ يعني انت النهارده الناس كلها شايفه شكل مروان حمدي عامل ازاي. يعني واضح الموضوع مش محتاج حتى ان احنا نطلع نعلق عليه. الميديا بتعلق والناس بتعلق والناس في الشارع بتتكلم والكره بتاعت الشوط الاول بتتكلم. يعني كره الشوط الاول بتتكلم. طيب فين اسامه فيصل؟ ليه مش بيشارك؟ مش احنا رايحين في بدايه الحلقه بقول احنا رايحين بنجرب نجرب. طيب فين داوود؟ لا وبعدين ليه يعني فتوح بيلعب كل الطبيعي المشروع. الطبيعي انه مروان ما جاش اول ماتش، مروان ما جاش ثاني ماتش، مروان ما جاش ابدا ادخل الناس، ابتدي ادي الناس ثانيه، ما انا عايز اشوف برضو. وحتى لو مروان هداف المنتخب، ما هو انا رايح اجرب. يعني هي الفكره، ما هو هي دي بقى اللي انا بدات بيها الكلام، ان في حاجات للاسف هي حاجات عكس بعض. يعني انت النهارده بتقول انا رايح اجرب، طب فين اسامه؟
طيب خليني اسالك نقطه ثانيه مرتبطه اكتر باللي جاي، لان يعني انا اللي جاي بالنسبه لي اهم، يعني بطوله كاس العرب بما ان احنا قطعنا فيها شوط طويل، فعندي طموح ان احنا نوصل النهائي وناخد على الاقل معنويا ونفسيا للعيبه، تفرق معاهم كتير قوي لما يروحوا بطوله امم افريقيا او يروحوا المرحله الاخيره من تصفيات كاس العالم، انه امم افريقيا مش معروف هتتلعب ولا لا لسه، وهم حاسين ان هم محققين انجاز مع كارلوس كيروش، هتفرق معاهم كتير جدا. لكن السؤال الاهم بقى، يعني هل المستوى او المردود او قوه البطوله اللي احنا لعبناها في كاس العرب تطمنك بصرف النظر عن جبت اللقب او لا على مستوى منتخب مصر مع كيروش قبل ما تروح لامم افريقيا وكاس العالم؟ انا لا. انت لا؟ انا بالنسبه لي تحليل اداء لفرقه منتخب مصر مع كيروش، راجل عامل اداء كويس دفاعيا. يعني احنا كان بقالنا فتره بنعاني مع كل المدربين السابقين، كان كابتن حسام البدري او اجيري او مستر كوبر او كل الناس اللي كانت موجوده قبل كده، احنا كنا بندافع زون ديفنس تقريبا من ال 30 متر او ال 40 متر الاخيره، ما كناش بنعرف نطلع نضغط من فوق لا من على الميد بلوك ولا من على الهاي بلوك. سامعك مستر كيروش انه طلع مروان ونزل اسامه فيصل المفروض فانت ما كناش بنعرف نعمل ده، ما كناش بنعرف ندافع لا الميد بلوك ولا الهاي بلوك. الراجل لا، الراجل فعلا ليه شغل، يعني كيروش فعلا ليه شغل في ان احنا ازاي بنديفند، مش بنديفند من اماكننا، لا ازاي بنديفند من قدام، ازاي احنا من قدام بنقدر نضغط من الميد بلوك ومن الهاي بلوك، بس احنا بقى بنعمل نص الشغلانه، بس احنا بنعمل ده بس لما بنيجي بقى احنا عندنا احنا قطعنا هنبدا نهاجم، لا في عشوائيه مش طبيعيه، في عشوائيه وفي بطء وفي تحس انه وفي قله عدد لعيبه وفي مراكز صناعه اللعب مش موجوده، وفي ان انت مش بتستخدم اهم لعيبه عندك، في ان انت كمان مش بتدي اللعيبه في اماكنها فبتاخد منها 100%، في ان واضح انه مفيش شغل على الخطط الهجوميه في التمرين والشغل فقط على الخطط الدفاعيه. بالمناسبه مستر كارلوس كيروش، الناس اللي ما تعرفش يعني، هو الراجل كان حارس مرمى وبطل وهو عنده تقريبا 20 او 21 سنه، المدرب المساعد اللي معاه مدرب حراس مرمى، اللي هو مش بيشتغل مدرب حراس مرمى، ان كابتن عصام الحضري هو مدرب حراس المرمى. الراجل اللي بيشتغل يعني مع مستر كيروش، عندنا ثلاثه حراس مرمى في الجهاز، ثلاثه حراس مرمى في الجهاز الفني المنتخب، وكابتن وائل جمعه مدافع اللي هو اللي عنده اعتقد يعني مدير المنتخب، هو مدير المنتخب ملوش علاقه بناحيه بس فنية، اعتقد يعني بيتدخل لان الراجل كان بيتكلم معاه قبل ما ندخل الاستوديو. اول مره اشوفه بيتكلم مع حد من الجهاز. كنت قبل ما ندخل الاستوديو كان بيتكلم مع كابتن وائل جمعه. كان اعتقد كان حجازي بيدي تعليمات لمستر كيروش، بيساله عن حاجه، مش بيديله تعليمات يعني، بيقول له حاجه عايز يساله عن حاجه، فراح لكابتن وائل، فكابتن وائل يعني قصه كده. وكمان كابتن ضياء السيد ومحمد وكابتن محمد شوقي كان ديفنسيف ميدفيلدر، فالتوليفه بتاعت المنتخب لا تضم اي عنصر هجومي. فهي الخطط الهجوميه فيها مشكله، احنا مش بنهاجم كويس خالص، بس الخطط الدفاعيه لا احنا دفاعيا كويسين. لما تيجي تبص على المنتخب احنا بنبذل مجهود كبير جدا، يعني الملاحظه ليا انا تابعت الشوط الاول بشكل كامل، يعني كنت بركز فيه جدا، احنا بنبذل مجهود كبير جدا في الجري ورا الكوره، يعني فكره انك انت تستحوذ دي في حد ذاتها، مش بس انك انت بيبقى عندك يعني افضليه انك انت تخلق خطوره، لكن كمان انت بترهق جدا الفرقه اللي قدامك. منتخب مصر الشوط الاولاني طول الشوط الاولاني تقريبا بيجري ورا الكوره، الكوره في رجل اللعيب. صحيح تونس ما مثلش خطوره ارهقنا، منعنا من ان احنا نشكل خطوره عليه، لكن ما مثلش علينا خطوره في الاخر، لكن هو منعنا من الاستحواذ، والاستحواذ ده بالنسبه لي مشكله كبيره جدا، بالذات مع فرقه بتلعب كره على الارض زي تونس. المنتخب يعني لما بيستحوذ للاسف بيستحوذ في المناطق الغلط. منتخب مصر عنده تقريبا، وده رقم يعني حقيقي رقم كبير وازيد من اللازم بكتير، رقم تقريبا بيوصل ل 40% من عدد التمريرات بتاعت منتخب مصر بنعملها في الثلث الاول بتاعنا. فانا بالنسبه لي الرقم ده كبير، مبالغ فيه لانه لازم خلاص انت بعد ما حضرت لازم تطلع لفوق. الملاحظه اللي باينه جدا لكل الناس تقريبا ان احنا لما بنعمل 3 4 نقلات اللي هم ما بين حجازي وما بين الونش وما بين فتوح وما بين اكرم، بنبدا نعمل لو عدد لهم حمدي او السليه بالظبط، بنبدا نعمل عدد التمريرات ده، الحلول بقى اللي بتطلع من قدامي. احنا المفروض بعد ما بنخرج من ثلث الملعب الاول يتوفر لنا زوايا تمرير من الاثنين الدبل ايت بتوعنا اللي هو عمرو السليه وايا كان مين اللي جنبه، حمدي فتحي في الماتش ده يعني ايا كان مين اللي جنبه، هو حمدي دايما بيلعب سته بيلعب حد جنب السليه
دخل زيزو فيها، دخل مصطفى فتحي، دخل حسين فيصل، حتى مهند لاشين لما نزل لعب ستة وهو حمدي اللي طلع لعب ثمانية. زوايا التمرير بقى بتاعتنا من قدام عشان نطلع، لا في مشكله كبيره جدا طبعا. يعني كنت لسه تاكيدا على كلامك اقول لك احنا الحته الوحيده او الجزء الوحيد من الملعب اللي بننقل فيه باريحيه طبعا نقل سلبي، يعني ما 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 يعني كله في اطار التحضير هو الثلث الاولاني بتاعنا، بعد كده في معاناه شديده جدا. وبرده من الملاحظات اللي شفتها على مدار البطوله، ودي مرتبطه اكتر بفكره التحرك بدون كره والتمركز في الملعب، اي لعيب وظهرت جدا واضحه في الشوط الاولاني بتاع تونس، اي لاعب من منتخب مصر في نص ملعب تونس بيستلم الكره على طول ما عندوش حلول، وعلى طول مضغوط عليه بثلاثه واربع لعيبه، فالكره يا اما بتتقطع منه، يا اما بتتشتت، يا اما هو بيضيعها او بيطلعها بره الملعب. حصلت اللعبه دي كتير جدا، فكره انه اللاعب لما بياخد الكره ويستلم في نص ملعب زيزو حصلت معاه، قفشه حصلت معاه، حسين فيصل حصلت معاه، مروان اساسا ما وصلتوش كوره، يعني مروان لا هو مروان تقريبا، يعني انا برده مش الرقم مش اكيد بنسبه 100%، بس يعني بنسبة 90% الرقم ده أكيد من متابعتي للشوط الأول، طول ال 45 دقيقة مروان تو تاتش تقريبا. تو تاتش دخل في التحام هوائي خسر، ده تقريبا مروان الهجمة اللي هي وصلت له الانفراد اللي ضيعه، والمرمى كان فاضي تماما. والكرة الثانية أعتقد كانت كرة في نص الملعب، ده التو تاتش اللي عمله طيب. مروان. خليني أقول لك إن تونس حطت هدف، هو مش تونس، هو عمرو السولية بالخطأ في مرمى الشناوي في الدقيقة 94. فخلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول بعد الفاصل. هارد لك طبعا جماهير الكرة في مصر، خروج المنتخب المصري من الدور قبل النهائي، عندنا مباراة يعني خلينا نقول تحصيل حاصل، تجربة، احتكاك، يعني ما هياش بالأهمية. وخلينا نكون صرحة بقى، يعني خلينا نكون صرحة مع نفسنا، بطولة كأس العرب ما كانتش يعني حلم كبير لجماهير الكرة المصرية، يعني المنتخب هو مسافر، الناس مش فارق معاها قوي انها هنرجع بالكاس ولا مش هنرجع بالكاس. ده الكلام ده نقوله لما نكون بنتكلم على بطولة أمم أفريقية، جمهور مصر ساعتها هيبقى عايز كأس أفريقيا. الكلام ده نقوله على المرحلة الأخيرة في تصفيات كأس العالم، هنروح نلعب مع منتخب مش عارف هو مين، بس منتخب جماهير الكرة في مصر مش هتتنازل أبدا على إن احنا نتأهل لكأس العالم. دي الحاجات اللي تفرق معايا. لكن وعلى مدار ايام البطوله كنا بنحاول جدا جدا، انا بستاذنك معلش هطول شويه يا شريف، انا بس اسمحك في الوقت، كنا بنحاول جدا نكون متزنين، وكنا بنحاول جدا ندعم ونرفع من الروح المعنويه. وهقول لحضراتكم الكلام، طبعا احنا في يعني شاشه النادي الاهلي تابعنا ماتشات المنتخب كلها، وكان ضيوفنا ونجومنا من اكبر الاسماء في عالم كره القدم. وهقول لحضراتكم الكلام دايما اللي بيتقال اوف اير في الكواليس، في حاله عدم رضا تقريبا شبه كامله من كل الخبراء في الكره المصريه، اللي سواء بنستضيفهم او بنتواصل معاهم او بنكلمهم على اداء وعلى شكل المنتخب في بطوله كاس العرب. وكل الناس عندها بدل علامه الاستفهام 10، وكل الناس شايفه ان البطوله مش بالقوه اللي يظهر فيها منتخبنا الوطني بالشكل الضعيف كده. يعني مع كامل الاحترام لكل المنتخبات اللي احنا واجهناها، لبنان، السودان، الاردن، وهستثني الجزائر شويه رغم انه فرقه الجزائر الحقيقيه او منتخب الجزائر الاول يختلف بنسبه 90% عن الاسماء اللي انتم شفتوها في الملعب. وبالتالي كان ظهور منتخبنا بالشكل ده، وطبعا النهارده قدام تونس اللي بشوفها الحقيقه يمكن من يعني مش من اقوى فرق البطوله، يعني الجزائر، المغرب، قطر، فار بياند تونس. فكان ظهورنا في البطوله بالشكل ده عليه علامه استفهام كبيره جدا وكتيره جدا من كل الناس. اختيارات الناس اللي سافرت، مع كامل الاحترام والتقدير لكل الناس، انا عارف ان هم في ناس منهم شباب صغير وما عندوش خبره، في ناس فكره البطوله المجمعه والجهد البدني، في ناس خبره البطولات الكبيره مش عندها، بس ده مش ذنب الناس اللي طلعت، ده ذنب الناس اللي اختارت، وذنب الناس اللي غلطت في اختيارات تشكيل، وذنب الناس اللي غلطت في اداره مباريات، وذنب الناس اللي غلطت في تغيير. احنا لغايه دلوقتي ناس بتكلمني اصله مش هيغير عشان مستني الاكسترا تايم. ازاي؟ على كل الاحوال يمكن يكون او تكون البطوله دي حاجه كويسه، ابص لنص الكوبايه المليان، ان احنا نقيم بشكل كبير جدا ونعرف اخطائنا فين ونعرف ايجابياتنا فين عشان نحاول نصلح قبل المهم، والمهم اللي جاي في منتهى الصعوبه.
مش عارف انت بتتفق معايا ولا لا، بس انا اغلب الضيوف اللي استضفتهم على مدار البطوله يا شريف شايفين انه مستر كارلوس كيروش عمل اخطاء فادحه، واللي زاد الطين بله زي ما بيقولوا ان كان في اصرار على تكرار نفس الاخطاء في كل مواجهه. تتفق مع الكلام ده ولا شايف ان الكلام فيه مبالغه؟ لا، هو احنا الكلام ده قلناه من بعد ماتش ليبيا هنا على نفس الكاونتر ده، بس هي الفكره انه هو الواحد بيحاول دايما يحط نفسه مكان المدرب. طب يا ترى المدرب بيفكر ازاي؟ طب يا ترى ايه افكاره؟ طيب يا ترى عايز يعني يوصل لايه من بعد النتيجه دي؟ فهنلاقي انه لا، احنا مش قادرين نوصل لحاجه. يعني نرجع لنفس النقطه، انت خدت لعيبه ما جربتهاش اصلا. يعني هل مثلا، مع احترامي للاسامي اللي انا هقولها، لبنان، السودان، الاردن، فيش ولا مباراه تسمح بمشاركه داوود في مكانه؟ فيصل، الناس دي لا. فيصل اسامه، مش فيصل حسين. حسين اوريدي بيشارك. أيوة. الناس دي ما بتشاركش. طب مهند لاشين، انا بشوف ان مهند لاشين ممكن يكون مش افضل لاعب 6 أو 8 في الدوري المصري، لكن انت فضلته عن طارق حامد، ما بيلعبش ليه؟ ليه حمدي بيشارك كل الماتشات؟ ليه عمرو السوليه بيشارك كل الماتشات؟ ليه انت مش واخد ناس تجربه حقيقي؟ ولو انت فعلا عايز تجرب الناس رقم 2، فين حسين الشحات؟ فين محمد مجدي قفشه؟ فين محمد شريف؟ الناس اللي انت اخدتها ما بتشاركش، او اللي انت ما اخدتهاش خالص. الناس دي عدم مشاركة. فين المنتخب الاولمبي؟ هي لو تجربه وهننزل بالسن، ليه ما رحناش بالمنتخب الاولمبي؟ فين لعيبه المنتخب الاولمبي اصلا؟ من الصوره، يعني الصوره اللي احنا شايفينها دي، فين لعيبه المنتخب الاولمبي؟ يعني التجربه قايمه على ايه؟ الكرايتيريا بتاع التجربه اللي انت على اساسها بتقول انا انت بتجرب ايه وليه؟ طيب تجربه خليني اقول انها انتهت خلاص، يعني فاضل لنا ماتش فيها تحصيل حاصل زي ما انا قلت. تطمن يعني شايف ان احنا ماشيين، عندنا مشكلات، في اخطاء، بس في النهايه احنا ماشيين في الطريق اللي يطمننا ويوصلنا لاهدافنا الاساسيه، سواء مشاركه مصر في بطوله امم افريقيا، او المرحله الاهم وهي انك بتجهز لماتشين في مارس يتحدد على اساس نتيجتهم انت رايح كاس العالم ولا لا. لا انا هدي الراجل الكريدت بتاعه تاني هياخد الكريدت بتاعه، عشان احنا مش طالعين نهاجم وخلاص، احنا طالعين نتكلم كوره. فانا هدي الراجل الكريدت بتاعه ان فعلا المنتخب بقى بيدافع بشكل كويس، خططنا الدفاعيه تطورت بشكل كبير جدا. لكن الفكره كلها انت طورت الخطط الدفاعيه، فين الهجوميه؟ ده الجزء ده مش موجود لحد دلوقتي، عشوائيه تامه عند المنتخب. معلش اسمح لي، انا هبص لمرحله كيروش كلها على بعضها كده، يعني مش هتكلم بس على كاس العرب، مين المنتخبات اللي في نفس مستواك او ممكن تبقى منافسه ليك على لقب افريقيا او على تذكره انت قابلت بالمناسبه الجزائر وتونس، والاثنين ممكن يقابلوك في كاس العالم، في تصفيات كاس العالم. من ساعه ما ابتديت في تصفيات كاس العالم دور المجموعات ومشاركتك في كاس العرب، انت ما قابلتش غير الجزائر وتونس، مع كامل التقدير والاحترام على راسي من فوق كل اسماء المنتخبات الافريقيه كانت او عربيه قابلناها، هي دون مستوى المنتخب المصري بالاحصائيات وبالارقام وبالبطولات وبكل حاجه وبالتاريخ وبالجغرافيا وكل حاجه في الدنيا. الجزائر تعادلت معاها، كنت متاخر 1 وتعادلت معاها بضرب الجزاء، وتونس خسرت منها النهارده 1-0 وقدمت عرض باهت جدا. مش دول على اساسهم حقيقي نقيم مستوانا، ولا انت شايف طرق ثانيه للتقييم؟ انا هقيم الافكار. هتقيم الافكار؟ هقيم الافكار. انا الافكار بالنسبه لي مش مقنعه لحد دلوقتي، ومش مقنعه خالص، ومش هقتنع ب 4-3-3 مع اي فرقه في مصر خالص، لان في الاخر يا جماعه هي بسيطه، الكره كيمياء بس مش للدرجه دي. الموضوع بسيط. انا النهارده بجيب، انت بتجيب لعيب، بتقول انا مثلا امتى بنقول ما فيش باك ليفت في مصر؟ لما بندور في مصر ما نلاقيش باك ليفت. هل في لعيب الثمانيه في مصر؟ ما فيش. فانت النهارده انت شايف كل الفرق في الدوري بتلعب بواحد بس، بيراميدز عنده محترف، الزمالك عنده امام عاشور اللي اصلا مش بيعرف يلعب المكان بشكل كويس، النادي الاهلي ما عندوش غير عمرو السوليه اللي تقريبا عنده 32 او 33 سنه، وبنتكلم في لعيب مليان خبرات، بس الجزء البدني الراجل بيشارك بقاله اكتر من موسمين متلاحمين بيشارك وعنده مشكله في الجزء البدني، وبنحاول ان احنا في النادي الاهلي نديله دقائق لعب اقل من اللي بياخدها من المواسم اللي فاتت، ودخلنا معاه عمار. فادي مركز 8 في هل انت شايف حاجه احنا مش شايفينها في مركز 8 في مصر، او لاعب انت هتجيبه يلعب ده؟ انت مستني محمد النني. طب ما محمد النني اصلا بقاله 6 شهور مش بيشارك مع ارسنال، ومحمد النني نادي ارسنال اداله الجرين لايت انه الراجل يدور على حاجه ويمشي. ف
ايه اللي انت شايفه واحنا مش شايفينه؟ ليه مش عايز تلعب 4 2 3 1 تقليديه قديمه تراديشنال اولد فاشن؟ العب بيها، ما هي دي الامكانيات اللي موجوده في الدوري، عشان لما تلعب بعمر السوليه تلاقي الاحتياطي بتاعه محمد النني او العكس، وعشان لما تلعب بالاثنين دول تقدر تجيب لهم مثلا احتياطي ايا كان بقى، انت هتجيب امام عاشور، هتجيب مهند لاشين، هتجيب ايا كان الرقم اللي الشخص اللي انت هتجيبه هيبقى رقم 3، بس يبقى على الاقل عندك 1 و2. لكن انت النهارده ما عندكش 1 و2 لان الاثنين في الملعب. انت ليه ما هو ليه مش قادر يطلع عمرو السوليه طول الماتشات اللي فاتت؟ عشان هو مش هيقدر يلعب بزيزو ومصطفى فتحي. ده انا اسف في اللفظ ده، تهريج. انت اما تجيب زيزو لعيب لينير تقول له العب في قلب الملعب، ده مش صح في الكوره. اختيارك وافقنا عليه، انت سبت الدنيا، انت كلها انت وافقت عليه، لكن مصر كلها يعني بعيدا عن اللي شارك او اللي ما شاركش، في ناس كتير جدا كانت شايفه ان في منتخب تاني متساب هنا في مصر ما سافرش قطر. ما هو هي دي بقى، دي مش دي عن ده انا عندي مشكله اكبر يعني في الحته بجد دي. في ناس طلعت من الهوا معايا، انا هحترم رغبتهم يعني مش هقول اسمائهم، نجوم كبيره، نجوم كبيره جدا، قالت لك المنتخب متساب هنا في مصر. وهي انا عندي مشكله في الحته دي، لان انت لو رحت تجرب ميك سنس ان انت تجرب رقم 2، انت واخد 3 بتجربه، يعني انت سايب رقم 2 في مصر يعني ورقم 1 محترف وواخد رقم 3 عشان تجربه. صحيح. فليه وهي اتقالت كده، خد رقم 2، يعني خد رقم 2، خد ال 11 مش كل اللعيبه طبعا، لكن في جزء كبير جدا منهم، خد ال 11 رقم 2 يعني الشناوي، الونش، حجازي، فتوح، اكرم، سليه، حمدي، قفشه، الناس دي كلها، زيزو، ليه ابو جبل ما شاركش؟ مصطفى فتحي ليه ابو جبل ما شاركش؟ ليه 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 جاد ما شاركش؟ ليه اي لعيب ليه؟ ما هو يا جماعه ما هي تجربه. ما هو انا اسف، انا مع احترامي بجد للاسامي دي، انا هلاقي فين اضعف من السودان ولبنان في بطوله زي بطوله العرب عشان اشرك لعيبه ما بتشاركش؟ هشاركهم فين؟ هرجع تاني اوقف الدوري عشان العب ماتشات وديه بعد ما انا وقفت الدوري شهر عشان العب البطوله العربيه؟ ما هو انت بتروح دور على ماتشات وديه، انا جبت لك بطوله فيها 6 ماتشات، ليه الناس ما بتشاركش؟ ليه جاد ما بيشاركش؟ واحد من اللعيبه البوتنشال جدا والحراس البوتنشال جدا في الدوري المصري، ليه ما شاركش خالص؟ ليه ما شاركش حتى الشوط الثاني في ماتش لبنان؟ الشوط الثاني في ماتش السودان اللي انت كسبان 5. ما هو ده احنا كنا بنشوف موسيماني بيغير الشناوي في ماتشات في افريقيا عشان يدخل علي لطفي ويدي له اجواء المباريات. يعني الفكره هو هي بص يعني هي ايه، واضح ان الموضوع تجربه في حته. انا سمعت ان الراجل بيشتغل بالورقه والقلم، يعني الراجل اول ما جه انا ما اعرفش كارلوس كيروش، انا اللي اعرفه ان الراجل ده اشتغل في اولد ترافورد ومسك مان يونايتد في لحظات لا مجده. هو ما مسكش مان يونايتد، يعني كان مساعد كان مساعد بس يعني مساعد في مان يونايتد ومسك ريال مدريد ومسك البرتغال ومسك حقق 2 كاس عالم مع البرتغال ومسك ايران ومسك امارات اعتقد ومسك كولومبيا، رغم ان انا اللي عارف تجربته في كولومبيا ما كانتش احسن حاجه في الدنيا. لكن في النهايه انت بتتكلم على اسم معروف قوي على مستوى العالم وعنده تجربه وسي في محترم جدا. والناس هنا اول ما سمعت يعني لما عرفت الناس اللي بتابع منتخب مصر وكده من زمايلنا يعني قال لك الراجل شغال بورقه وقلم، الراجل ملوش علاقه باسم اللعيب ونجوميته واسم النادي اللي هو بيلعب له، الراجل معاه تحليل اداء، معاه ارقام، معاه معايير هو حاططها بيختار على اساسها مين يلعب منتخب ومين ما يلعبش. انا يعجبني جدا الكلام واسلوب التفكير ده وطريقه الشغل دي، لكن تطبيقها على الارض انا ما شفتلهاش نتيجه ايجابيه خالص. يعني لا هو ما احنا لو هي فعلا ماشيه كده، لا طب ورينا الارقام، انا عايز اشوفها، عشان لو ارقام اللعيبه اللي راحت مش افضل ارقام. من حق حد النهارده يسال مستر كارلوس كيروش انت بتعمل ايه؟ مستر فنجادا، بس للاسف مستر فنجادا هو اللي جابه. يعني هو صديق شخصي يعني لمستر يعني فنجادا، يعني المفروض المفروض انه يرجع من البطوله دي يقعد مع الناس، يقعد مع المدير الفني لاتحاد الكوره يقول يا جماعه انا رحت عشان اجرب 1 2 3 وكان عندي مثلا 10 اوبجكتس حققت منهم 8. طب ايه الثمانيه؟ الثمانيه اهو، ايه اللي ما حققتوش؟ اللي ما حققتوش اهو، طب اللي ما حققتوش ناقص لك ايه؟ ناقص لي مثلا ماتش ودي، فخلاص نعمل له ماتش ودي، يبقى هو كده الراجل حقق كل حاجه. بس اللي احنا شايفينه لحد دلوقتي انه لا، انا مش انا عن نفسي انا ما شفتش حاجه. انا شفت منتخب مصر بيلعب 4-3-3 مش عارف يلعبها، الاسماء اللي لعبت مش قادره تلعبها. مصطفى فتحي مع احترامي لمصطفى فتحي واحد من اهم اللعيبه اللي بتلعب وينجات في مصر، لعب لمده 12 دقيقه فعلا منتخب مصر بيعاني قصاد الجزائر. احمد سيد زيزو لعب لمده 40 دقيقه منتخب مصر بيعاني قدام الاردن. فلا انت جربت كل حاجه، كل اللي انت عايز تجربه تبعا للعند الكروي
انت جربته لكن للاسف ما حققتش اي حاجه. هل من صلاحيه مستر فينجادا طبعا انه يتكلم مع راجل في طريقه اللعب، يتكلم معاه في الاختيارات، ولا الراجل واخد كارت بلانش اشتغل زي ما انت عايز وحاسبك في نهايه المشوار؟ مفيش حاجه في الدنيا اسمها كده. جوارديولا مش بيشتغل زي ما هو عايز في المان سيتي. طيب طب خلينا نروح لقطر كده، معانا زميلنا طبعا الناقد الرياضي احمد اويس من قطر من الدوحه، يكلمنا على اجواء ما بعد المباراه. استاذ احمد مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. هارد لك، هارد لك طبعا خروج المنتخب المصري. انا اكثر حاجه الماني الحقيقه الجماهير المصريه اللي كانت منوره المدرجات، ما كنتش احب ابدا ان هم يمشوا زعلانين. طبعا الحال الوضع يعني الجول جه في توقيت قاتل، فطبعا حاله حزن كبيره جدا جدا بين الجماهير المصريه. والحقيقه المباراه انا طول الوقت كنت شايف انها تلعب على تفاصيل صغيره، فالحقيقه يعني من اول مباراه وفريق المنتخب تونس بيلعب على الكرات الثابته، فما كانش ينفع خالص نيجي في الدقيقه 95 ونعمل فاول في الحته دي. الحقيقه انا ما اعرفش يعني، هل اللعيبه مش واخده بالها؟ هل الجهاز الفني مش واخد باله؟ ماتش لعب على تفاصيل صغيره، والحقيقه لا يوجد يعني مفيش حاجه في الماتش تتقال، فرقتين كانوا اسوء من بعض الحقيقه. مفيش كوره، مفيش جمله تكتيكيه، مفيش حاجه خالص. انا قاعد في الملعب مش شايف حاجه يعني، الملعب مفتوح، الفرقتين خايفين من بعض، كل فريق واقف مستني الثاني يروح له. الحقيقه المباراه يعني على مستوى الكوره مفيش كوره، هي خطا طبعا غير مقصود اكيد من عمرو السوليه، والحقيقه عمرو السوليه نجم البطوله، فالحقيقه يعني هو على طول النجوم كده لازم تحصل حاجه. لا 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 بص، دي قصه الاون جول دي الحمد لله يعني، قصه الاون جول دي ده باد لك، ده سوء توفيق يعني، ده لا ينفي الحقيقه انه عمرو واحد من الاجادو طبعا، ولكن مش ده همنا يعني. لا هي كانت حتى لو وصلنا لتحقيق البطوله دي، صدقني كان يهمنا اكتر ان احنا نطمن على مستوى المنتخب وعلى تطور المستوى بتاع المنتخب مع مستر كيروش قبل ما نروح لكاس عالم ومواجهه وكاس امم افريقيه. ده كان الهدف الاساسي. وهنا خليني اسالك، انطباعات الناس ايه والجمهور ايه عن الشكل اللي ظهر بيه المنتخب في البطوله؟ يعني الناس حاسه ان المنتخب راجع، ان المنتخب مع كيروش ماشي كويس، ولا الناس مش راضيه قوي عن الاداء بعيدا عن النتائج يعني؟ هو الحقيقه النهارده اول مره كيروش يبدا بالتشكيل اللي هو الناس كلها كانت متوقعاه، باستثناء ان هم كانوا عايزين محمد شريف بدل مروان حمدي، ولكن هو عنده قناعه كامله بمروان حمدي بسبب الازدحام وحاجات كتير قوي. فالتشكيل بدا بالطريقه اللي هو عايزها اللي عايزها كارلوس كيروش الجمهور، ولكن الحقيقه حصل عدم توفيق الشوط الاول، وقرر يغير، خرج قفشه ونزل محمد شريف، وقعدته بيلعب شريف في مركز الجناح برضه. الحقيقه علامات استفهام كبيره على فكره مشاركه شريف في الجناح، انا يعني انا نفسي مش عارف ليه يعني، ليه حتى لما قرر يطلع مروان حمدي قرر يلعب اسامه فيصل اسامه فيصل يعني، حتى ما خلاش محمد شريف كمان محمد شريف راس حربه. فالحقيقه يعني تفاصيل كتير، اعتقد ان هو لسه كارلوس كيروش في مرحله انه بيجرب، ونتمنى بقى ان تنتهي مرحله التجارب هنا، لانه هينضم له لو كاس الامم الافريقيه وقيمتها هينضم له المحترفين، وخلاص تنتهي مرحله التجارب تماما عند النقطه دي، ونبدا بقى نلعب بتشكيلنا الاساسي. واعتقد انه في مجموعه كبيره جدا مش تبقى موجوده مع المنتخب حتى في كاس الامم. والجزء اللي قدام كله اعتقد انه هيبقى كله محترفين يعني، المجموعه اللي قدام هيبقى موجود صلاح، موجود تريزيجيه، وموجود مرموش، وموجود مصطفى، وموجود احمد ياسر ريان، موجود كوكا. فاعتقد المنطقه اللي قدام اللي هي اصلا احنا عندنا فيها مشاكل، اعتقد ان المحترفين هيحلوها شويه. بتكلمني على اللي جاي، ان النهارده في مباراه طبعا بين قطر والجزائر، الماتشين اللي بعد ماتش النهارده مفترض ان هم يتلعبوا امتى؟ وكده احنا الارجح من وجهه نظرك هنلعب مع مين، مع قطر ولا الجزائر، وانت تفضلها مع مين اساسا؟ لا ما خلاص يعني ماتش ثالث ورابع انت عارف بيبقى ماتش دمه تقيل يعني. ما هو هنكمل بقى تجارب يعني، بجمله التجارب نجمل نكمل تجارب بقى. حتى بعض البطولات لغت مباراه الثالث والرابع، ولكن عشان في جوائز ماليه في البطوله، فهم لغوا جائزه في مباراه الثالث والرابع احنا نلعبها يوم السبت الساعه 1 الظهر في نفس الملعب اللي هو 9/7/4 اللي بنلعب عليه النهارده. المباراه النهائيه هتبقى في استاد مدينه البيت يوم السبت الساعه 6، ومحدش عارف فرص الفريقين الجزائري والقطري متساويه. المنتخب القطري تطور جدا، المنتخب الجزائري قوي جدا، وشفنا في لقاء قدام منتخب المغربي القوي، فالحقيقه مواجهه قويه ما نقدرش نتوقع منها هيكسب، ولكن
انا بتوقع المنتخب القطري ممكن يكسب وهياخد يعني هو هيبقى حامل لقب البطوله بسهوله يعني. تمام، استغل وجودك في الدوحه وتطمني على حاله علي معلول، هو ما شاركش في ماتش النهارده طبعا، نعرف منك اخر تطورات حاله علول وكده. علي كان بيسخن النهارده من الدقيقه من بدايه الشوط الثاني هو بيسخن، ولكن واضح انه لسه الاصابه موجوده. هو كان فكره انه شارك في التدريبات وبتاع، وهي كانت واضح ان هي كانت فكره تخويف للمنتخب المصري مش اكتر، ولكن اعتقد ان علي مش هيشارك في البطوله خالص، وهينضم المعسكر الاهلي بعد نهايه المباراه النهائيه يوم السبت ان شاء الله، نجوم منتخب مصر نجوم الاهلي اللي هينضموا، واعتقد ان بدر بانون كمان بدر بانون موجود، ما اعرفش هل بقى في الدوحه ولا موجود رجع القاهره، هينضم المعسكر الفريق اللي هيصل يوم الجمعه. والحقيقه بدات الجماهير المصريه من امبارح الاستعداد لاستقبال النادي الاهلي، والمباراه هتتلعب صلاح ملعب بن علي استاد رائع، والاهلي لعب عليه كاس العالم للانديه مباراه، فاعتقد انه ان شاء الله جمهور هنا في استقبال النادي الاهلي عشان يحقق بطوله ويعوض الخساره اللي حصلت للمنتخب في كاس العرب. انا بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق لمنتخبنا في بقيه مشواره في البطوله، ونكمل التجربه لغايه اخرها، وان شاء الله باذن الله الاهلي يعوض جماهير المصريه باذن الله مع مشاركته في الدوحه برضو ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي زي النهارده كده في سوبر افريقيا. رايك في كلام احمد شكرا جزيلا استاذ احمد عويس طبعا ناقد الرياضي. رايك في كلام اللي قاله احمد فكره الاختيارات، احنا نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي، التشكيل، الاصرار على اللعب في غير المراكز، هل شايف احنا كنا لسه ممكن قبل المداخله كنا بنقول هل مستر فينجادا مطالب بدور، هل مفترض يبقى في حاجه تغير من الاخطاء او حاله الاصرار على الاخطاء، مش عارف اسميها عنده ولا اسميها ايه، لكن كل مصر اتكلمت فيها، واعتقد الجهاز الفني يعني كنت بتكلم امبارح برضو مع حد متواصل مع الجهاز بقول لهم ليه كابتن ضيا وكابتن وائل وكابتن حضري وكابتن شوقي ما بيتكلموش مع الراجل ويقربوا الدنيا المسافات شويه، يوصلوا له الحاله اللي حاصله عندنا. قال لك مين قال ان هو ما بيكلمش، كلمه مره واثنين وثلاثه والراجل متشبث برايه. هنعمل ايه؟ ما هي الحل الوحيد هو السؤال بقى، هل هو الحل الوحيد ان مستر فنجادة يتكلم بس. هي القصه انه برضو احنا قلنا هنا على نفس الكاونتر ده ان احنا، طب يا جماعه انتوا ليه جايبين حد من المدرسه دي؟ ليه جايبين حد من مدرسه مش شبه المدرسه المصريه في ال 10 12 سنه اللي فاتوا عشان تجدد؟ طب انت لما جيت بنيت الكرايتيريا دي بتاعت الراجل ده وانت جايبه عارف ان الفيفوريت بتاعه 4 3 3 انت فكرت هتديله ايه الجوده اللي هتديها له في اللاعبين؟ ما فكرتش في ده فجبت الراجل. لا، لازم نقعد مع الراجل. الراجل لعب 4 2 3 1 مع ايران ولعب 4 2 3 1 مع كولومبيا، فخلاص يلعبها مع مصر. بس هي القصه كلها طريقه اللعب، ما هو برده الاختيارات والقناعات الراجل بلعيبه معينه وتوظيفه لبعض بس الاسماء، بس الطريقه يعني مفيش حد مختلف انه شريف لعيب كويس جدا، لكن مع كيروش مره جناح شمال مره جناح يمين. النهارده لعب جناح يمين، انا ده اغرب توظيف شفته لمحمد شريف الحقيقه. يعني تلعب برايت وايت فورورد مع منتخب مصر بمحمد شريف، انا دي استغربتها الحقيقه، يعني دي كانت بالنسبه لي غريبه جدا. بس مش يعني دي برده مش في حاجات ممكن تكون مشاكل في الاختيارات، بس انا شايف ان الجوهر اهم. ايوه الجوهر انه طريقه اللعب هتجبرك على امور يعني فين احمد رفعت يا جماعه؟ ده الناس كلها كانت بتطالب رفعت ياخد اساسي الماتش ده. فين احمد يعني فين ليه احمد رفعت مشاركش في مباراه الجزائر؟ كنا شايلين الاكسترا تايم. هو لا بجد يعني احمد رفعت ليه ما شاركش في مباراه الجزائر؟ تعالى نشوف كده البطوله في ارقام، يعني نقرب الدنيا للناس شويه. والله ارقام يعني الارقام مش وحشه بصراحه، يعني لا هي الارقام جيده، بس هي الارقام دي الاحصائيات العامه بقى في البطوله ومشاركه مصر بشكل عام في البطوله، سواء على مستوى الاهداف، صناعه الفرص، ركنيات، تصويبات، تمريرات، ثروهات. نشوف كده، نبتدي بالاهداف. نبتدي هنلاقي تقريبا ان قطر هي اكتر فرقه سجلت اهداف. خلينا نبدا بالاهداف يلا. قطر اكتر فريق سجل اهداف، بعديه منتخب مصر 11 و10، المغرب 9 اهداف، تونس 8 اهداف، الجزائر 7 اهداف. بنتكلم على تقريبا المجموعة أو الخمس فرق اللي كانوا مؤهلين لقبل النهائي. نروح للفرص. الفرص مصر أكتر فريق صنع فرص 37. أنا بس مش عايز، وإحنا بنقرأ الأرقام برضو خد بالك، يعني الأرقام
في صالح المنتخب المصري، ليها انديكيشنز، ليها انديكيشنز، بس برضو لابد ان نتحط في اعتبارنا مستوى المنافسين اللي واجهونا. الاثنين على كفه ميزان يعني. على فكره الارقام دي براها ماتش تونس، دي قبل مباراه تونس. تمام. مصر 37، قطر 34، المغرب، الجزائر، فلسطين 23. دي الفرق اللي فرق مع منتخب مصر قوي بتهيألي في الارقام دي. شريف، ماتش السودان يعني، لا هو مباراه السودان احنا عملنا فيها ارقام كبيره جدا، ساعدتنا ان احنا نكون نوصل في الارقام. طيب كورنرز، الكورنرز مصر 34، البحرين 30، تونس 29، المغرب 28، هي تقريبا نفس مجموعه الفرق يعني برضو. التصويبات مصر 9، مصر 30 تصويبه، لكن بنسبه 29% بين الثلاث خشبات، اللي هو نسبه تقريبا 30%، 10 كور يعني تقريبا، تقريبا اقل حاجه بسيطه. تونس 29 بنسبه 47%، المغرب 23 بنسبه 43%، قطر، الاردن 21، 19 بنسبه 44، 51 الناس كلها فوق ال 45% او ال 43% اقل رقم، احنا 29. تروح للتمريرات الصحيحه. الامارات طبعا قبل ما تخرج في الدور اللي فات امام قطر هي عندها اكبر نسبه، نسبه 90% تمريرات صحيحه ب 2494، بعدها مصر بنسبتنا 84، البحرين، قطر، كل النسب 84 تقريبا، الارقام قريبه جدا. نروح للتمريرات المفتاحيه او الكي باسس، مصر 32، قطر 19، الجزائر 17، تونس 16، نفس تقريبا مجموعة الفرق، وده إن دل هيدل على الكلام اللي احنا قلناه من شوية، مجموعة الفرق اللي واجهتها الأربع فرق اللي طلعوا المربع الذهبي، مجموعة الفرق اللي واجهتها تحت كانت عاملة إزاي، فرق المستوى كان عامل إزاي. تقريبا محدش قدر يدخل مع معاهم في الأربع أو الخمس منتخبات دول. لو رحنا للعرضيات الصحيحة أو لو رحنا لاستخلاص الكره، اخر جدولين ممكن يكونوا معانا بالنسبه للمنتخبات. مصر 27، تونس 20، البحرين 20، فلسطين 18، استخلاص الكره بنجاح مصر 404، الاردن، تونس، عمان، لبنان، الناس برضو كلها تقريبا كل الناس فوق ال 55%. نروح للاعبين. لو نروح للعيبه، ممكن صناعه فرص. صناعه الفرص اكرم عفيف. اكرم عفيف ده واخد احسن لاعب في اسيا صح؟ كان مزبوط. واخد احسن اصول افريقيه بعتقد اكرم، اعتقد صومالي تقريبا، سوداني تقريبا او لا صومالي. معز هو معز حسن، هو في اكتر من لعيب من اصول سودانيه. طب انا عارف بس بتهيألي اكرم عفيف تقريبا صومالي، تقريبا من اصول يعني صوماليه. اكرم عفيف 14، رفعت الذي لم يشارك 6. غريب احمد رفعت علامه استفهام يعني، من كل المنضمين الجدد الاسماء الجديده دخلت المنتخب، انا شايف انه رفعت الحقيقه الوحيد، او مش الوحيد، ممكن يبقى في معاه اسمين ثلاثه ممكن يكملوا، بس اعتقد رفعت اهم اسم ما بيشاركش. اهم اسم الحقيقه علامه استفهام كبيره جدا رفعت بصراحه. رفعت 6، السوليه 6، وحسين بن عياده الجزائر 6، والمساكني طبعا، يوسف المساكني تونس 5، التصويب على المرمى تونس ويوسف المساكني الاثنين من تونس. يوسف غريبة انه ياسين ابراهيمي مش موجود في الاحصائيات دي، لان انا شفته الحقيقه واحد من اميز اللاعبين في البطوله دي. لو هنحط رقم 2 بعد عمرو السوليه، اعتقد هيبقى البلايلي وياسين ابراهيم، وياسين ابراهيم الاثنين على نفس الستيج بالنسبه لي يعني. تمام. طيب. التمريرات الصحيحه، طبعا فرقه الامارات هي اكثر فرقه عملت تمريرات صحيحه، طبعا انت بتتكلم على نسبه استحواذ 90% كتير قوي. محمد العطاس من الامارات 393، وتقريبا يعني الامارات متسيده الموضوع، بما ان الامارات يعني اكتر فرقه عملت بساط صحيح. مظبوط. التمريرات المفتاحيه برضو اكرم عفيف واحمد رفعت وعمرو السوليه، نفس الثلاث اسامي، هم اهم ثلاث اسامي، مع يوسف المساكني وحسين بن عياده برضو نفس مجموعه. احسن ثلاث لاعبين في البطوله من وجهه نظرك يا شريف؟ رقم 1 عمرو السوليه، رقم 2 ياسين ابراهيمي، وممكن احط معاه يوسف البلايلي، عشان احط رقم 3 اكرم عفيف. واحسن مدير فني من وجهه نظرك؟ اعتقد مش عارف الحقيقه يعني، مفيش حد لا مميز او لفت نظرك؟ لا، كل المنتخبات، لان انا طبعا انا درست كل المنتخبات، اتفرجت على البطوله كلها، بدرست كل حللنا كل المنتخبات، جبنا ارقامهم، اتفرجنا على الهايلايتس، اتفرجنا على الماتشات. لا، مفيش منتخب
تكتيكيا شرس لدرجه ان انت تدي الكريدت للمدير الفني. ايوه في امور كتير جدا اتحلت في البطوله بحلول فرديه للعيب، فمش هختار المدير الفني. تاني بناكد هارد لك طبعا المنتخب المصري، مش هقدر اقول البطوله ما فيهاش حاجه كويسه، لا فيها حاجات ايجابيه كتيره جدا. تالي وجود الجمهور المصري كمان في المدرجات ساعد بشكل كبير اللعيبه انها تعلى بحاله الروح. يعني انا يمكن اكتر حاجه اشدت بيها في البطوله هي روح المنتخب المصري او لعيبه المنتخب المصري، بتيجي متاخره شويه، دايما بنحس انه المنتخب بيبتدي لعبه في الشوط الثاني، الشوط الاول دايما ما بنجيش، مش عارف ليه. يعني فكره انك تاخد المبادره دي اعتقد حاجه من الحاجات اللي مستر كيراش ومعاه وائل وكابتن ضيا وشوقي عليهم والحضري، احنا بنتكلم على جيل عظيم او اسماء عظيمه يعني في تاريخ الكره المصريه، عايزين نشتغل عليها. اللي جاي اهم، يعني تجربه فيها ايجابيات فيها سلبيات، المهم نشتغل والمهم نصحح، والمهم من الراجل يبقى اوبن مايندد بالشكل الكافي، او يعني عقله متفتح انه يقبل كلام، يسمع انتقادات، يسمع وليه لا توجيهات، لانه اللي جاي بالنسبه لنا وبالنسبه لجماهير الكره المصريه في منتهى الاهميه وما فيهوش تنازلات. شريف شرفتنا ونورتنا واسعدتنا بوجودك معنا في السادسه، شكرا جزيلا. اشكرك وانا مبسوط انك كنت موجود. شكرا جزيلا ليك، شكرا لحضراتكم على المتابعه، ونقابلكم على كل خير ان شاء الله بعد المواجهه اللي جايه. بقى نبتدي اسبوع جديد، هنبتديه بمباراه مركز ثالث ورابع، مش عارف هيكون مع الجزائر ولا مع قطر، هنعرف بالليل النهارده، وهنختم ان شاء الله باذن الله بمباراه في منتهى الاهميه، مباراه موسم، مباراه بطوله، الاهلي ورجاء البيضاوي في سوبر افريقيا. تحياتي لكل متابعينا على شاشه النادي الاهلي.